يسلموا ايديك بكتر، شايك كتير طيب. يلا انا رايحه، بشوفكم لما ارجع. مع السلامه. رح اروح ركب هاد، ما بتاخر. انت ضلي هون. لا انا كمان رايحه، عندي شغل بالمكتب. اعطيتك العنوان، خليني اشوفك. اكيد بيجي. ليكي بنتي، ما تبعدي عنه كتير، هذا دغري بيهرب. هي خبرتك. يلا بقداش حمال العدة، عنا شغل لازم نعمله. أنا جاهز. والله ما عم بفهم شيء أبدا. كيف كانت المدرسة اليوم؟ في حدا زعجك؟ إذا عندك شي احكي لي. لا. اشتقتي لغادة؟ ما تخافي، ما فيني شي. هلا بدي اسحب الحكي من تمك سحب؟ يلا احكي بقى. روق خلص، لقيت لك شريك غير شكل رح يعجبك كتير. عم تقول شريك إلي؟ ايه، واحد من رجال الأعمال الكبار يلي مثله قلال بالسوق. مين؟ مؤيد بيك. مين هذا؟ شريك فرات بيك مدير أيلول. لا يا، شريك بالنادي مع فرات بيك؟ ايه هو. الله الله، يعني هلا خلصنا من فرات بيك وجانا مؤيد. انت بس تركني خطط لك وشوف شو بيصير. بيصير اللي بدك يا. كيف؟ لازم نمشي شوي شوي، منحط الطعم ومننتظر بعدها، وهيك منصطاد أحلى صيد. طيب وشو منتظر أنت لتعمل هيك؟ لازم نصبر شهر، سنة، سنتين، أو 10 سنين. بابا إمتى إجيت؟ هلأ وصلت. لسه ما نمتي؟ كنت نايمة بس فقت هلأ. ليش؟ في شي؟ بابا انت قلت لأيلول انه تروح؟ لا ما قلت هيك، هي راحت. طيب ليش ما قلت لها لا تروحي؟ لأنه هي بدها تشتغل بمحل تاني. عندها شغل ضروري؟ طيب ليش ما بتخلص شغلة وبترجع؟ يعني ترجع تنام هون. ناس حبيبتي بنقي اللي بنحبهم. تتذكري أخوك عمورة لما طلب يروح على المدرسة الداخلية بعتنا. طيب وليش ما سمحت لها لأختي غادة؟ اسمعي، وضع أختك مختلف تماما. على كل حال أيلول كانت حابة يصير عندها بيت لحالة. طيب وأنا إذا حبيت يصير عندي بيت شو؟ من هون لوقتها نحكي. يا ترى عم تحسي بمتعة هذا البيت؟ ما فهمت قصدك. بعد يومين بتروحي وبتتركي. ولوين بدي روح؟ فهماني علي شو يلي عم بحكي. قليلي ايمت رح ترجعي؟ ما بعرف، بظن انه نحن الاثنين لازم نبعد عن بعض فترة. ايه فهماني، وبعرف كمان بالاخير ما بتقدري تبعدي عن روحك. ايه بس خلي كل شي يجي بوقته، مثل ما كان يقلنا بابا المدير، حتى الشاي لازم يتخمر وإلا بعدين ما بيكل له أي طعمة. هيك تعلمت. تعرف بابا كم واحد نحن بالبيت؟ أنا، أخي، خالي آسيا، انت اربعة، يعني نحن بس اربعة. ايه انت استجوبتيني وهلا اجا دورك. قولي امتى عرسك؟
ما رح اتجوز. شو؟ الظاهر يلي ما إله أب أو أم أو أخ أو عم أو خال ما بيحق له إنه يعيش حياة طبيعية، يعني رح ضل بنت ملجأ. انتظري انتظري شوي، ليش عم تفكري بهالطريقة؟ هاي الحقيقة، بدنا ننساها، حابين نعيش حياة طبيعية، بس في عالم مصرين يخلونا برات هالحياة، ما بدهم نكون بيناتهم. مثل مين؟ عائلة عمران. مين قالك؟ عمران؟ لا، ما قدر انه يخبرني، عم يتهرب. سمعته لما كان عم بيقول لابراهيم. شو زينبنا نحن؟ لازم ندفع ضريبة؟ هيك الظاهر، ما بظن في حل تاني. ايه صح. صباحو. راسي عم يوجعني كتير. وانتي ما نمتي؟ الصوات اللي من حوالين البيت صرعتني صرع. وانا الضجة مو متعودين عليها. شو ما بدك تفطري؟ لا والله. وانتي كمان ما رح تاكلي؟ ببساطة ما في خبز. شو ما فقت معك؟ جيت لفيق البنت لقيتها مريضة. شو هالحكي؟ المسألة لما رحت ما كان فيها شي. مدري شبها اليوم سنة عم يوجع. صحيح، بهالعمر ببدلوا سنانهم الصغار. حرام. يلا صار موعد دكتور الأسنان. ما بدي روح الدكتور، أنا ما بحبه. لكن شو بدك؟ ولا شي. صباح الخير حبيبي. صباح النور. يلا عادي حبيبتي، رح ساوي لك كاسة عصير مشان تشربيها. هلأ شو موضوع الفطور والغدا والعشاء مطول كتير معك؟ بعدين بتعود وما عاد بتقدر تروح على شغلك ابدا. انا بدبر كل شيء، بحضر الاكل وبروح اشتغل، وبحضر الاكل وبروح اشتغل. شو وراي؟ يعني انا شغلتي جيب اولاد واقعد. هذا المطلوب. مرحلين فرات بيك حكى معها كثير بس ما قدر يقنعها. حرارتها مرتفعه. لا عاديه. يا ريت استدعينا الدكتور لهون. كمان ما قبلت. تعرفي عنادة لناز من الصبح ما قامت من التخت. اهلا استاذ. مرحبا مؤيد بيك. اهلا مروان، كيف حالك؟ فيك تقول منيحة يعني. يا سني. ناز شو بك حبيبتي؟ سني عم وجعني. لقيت مسكن بصيدلية البيت بس ما بعرف إذا بصير تاخده. ما بيصير أبدا قبل ما يشوفه الدكتور. لا أيلول، قلت ما بدي روح. ناسانة، خلوني نام بقى، ما بدي روح الدكتور، خلص تركوني. بس يا عمري إذا ما رحتي ما بتطيبي. ما بدي. طيب خلص. معناتها أنت فيك تروح، هي رح تنام وأنا بضل جنبها. طيب. شو ما عندك نية تروح على المدرسة اليوم؟ مبلا بدي روح. غريب، لكان ليش ملابس التيابات؟ صحيح، وينه لون؟ لسه ما فات؟ راح على الشغل.
معقول؟ بكير كتير. شو صاير له مرتفع حرارته؟ الله الله. أهلين. أهلين فيك والله. شو مانك جاي؟ رح أجي لعندك بس لخلص شغلي بالأول. رح أعمل مثل ما قال لي أبوك، ما رح خليك تغيب عني. أم موافق، يعني مثل ما بدك. طيب ما بتأخر. حبيبتي بس اشربي الحليب. ما بدي. اي ناس، بما انه ما رحنا على المدرسة، شو رأيك نروح على السوق ونتسلى شوي؟ تمام، خلينا نروح. ليش سنك ما عم يوجعك؟ مو متفقين انه ما نكذب على بعض؟ انا بعتذر. يلا مناكل ومنروح على المدرسة. بس ما رح يخلوني ادخل لاني تأخرت بالوقت. ما تخافي، انا بحاكي المديرة وبخليها تدخلك. يلا نقوم، ما لازم نتأخر. شو رح تقولي لها؟ بقول لها انه سنك كان عم يوجعك وطاب. صباح الخير. خلصت امورك؟ ضل شوي. شو صار؟ حكيت مع فرات؟ تحاكينا بس ما طلع معنا شي لحد هلا. مروه بتقدري تنتظريني بمكتبي، بدي اعطيكي شغل. تمام. ايه؟ قلت له لفرات انه يشتري اسهمي بالشركه بس ما معه مصاري. شو ساوي؟ لازم انتظر واعطيه مهلي. هذا العدل. شكرا. ما تخيلت تنتهي بهالسرعة. يعني حاولت اني خلصه باسرع وقت ممكن. هذا الموديل اللي بدك اياه. هاد هو صح. مفاجأة لمرتي. اذا بتسمح لي اقول لمرتك كتير محظوظة. شكرا. هي اللي رسمت هذا الشكل وكمان هي اللي اختارت اللون. زوجتك بتعرف بهالشي؟ طبعا بتعرف كتير، عندها خبرة مثلكن، هي مهندسة. ايوة. معناتها شغلي ما رح يعجبها. لا بيعجبها، لو ما بيعجبها ما كانت نقتك. شو ليش مرتك بتعرفني؟ إذا قلت اسمها يمكن تتذكرها. رولا. ودعكم واتمنى لكم الخير وان شاء الله انكم ما تنسوني. خلص قررت؟ فرات بيكي بيشرح لكم الموضوع. على كل حال هلا صار لازم امشي. شو رح تقولي لها لمعلمتي؟ انا رح اقول انه الصبح سنك كان عم يجعي وهلأ طاب، مشان هيك نحن تأخرنا ونحن آسفين، هذا كل شيء. نيح. كيفك مروة؟ نيحة. وانت كيفك؟ نيح. لسه ما حكيت أهلي، كان عنا ضيوف مبارح. ليش العجلة؟ خد وقتك. شو هذا الحكي؟ لازم استعجل. طيب استعجل يا عمران مثل ما بدك. هو أنا بقلهم أني بحبك؟ يعني بعطيهم علم وبعدين منجي منطلبك؟ اسمع، أنا بطلت أتجوز، عم تفهم؟ شو؟ شبك؟
ما بدي اتزوج ولا بدي اي شيء. انا رافضه عرض زواجك، انا بنت ملجأ افهام. كل الاهل ما بيرضوا ياخذوا بنات ملاجئ زوجات لاولادهم لانه ام واب مو معروفين، يعني بلكي كانوا رضعانين حليب حرام ومترباين تربايه مو منيحه. مشان هيك انا رافضه عرض زواجك نهائيا. عم تفهم علي؟ فهم. اذا اصريت ابوك رح يتخلى عن ابوتك، لهيك احسن لك تنسى الموضوع. عم تفهم؟ انت مو متعود على حياتنا. نحن مثل العشب البري، التلج، المطر، العواصف ما بيهمونا. حياتنا مختلفة، مختلفة كتير. بتجن قبل ما تتعود عليها. هي إذا تعودت لا تخرب حياتك. أنا مستحيل أقبل. كل أهلك رح يتركوك ويتخلوا عنك. الله يلعن هالحظ، الله يلعن هالحظ. اليوم كان في اجتماع تعارف، الأساتذة قعدوا بجهة والطلاب بجهة تانية، بس تعكر مزاجي كتير. بالاجتماع كان في ناس محترفين، حسيت حالي غريبة كتير بيناتهم. يعني إذا كنت محترفة شو راح تروحي تتعلمي؟ والله أكلت هم كتير يا جدي، وخصوصا لما طلعوا الصور. أوه، عندهم صور كتير يا جدي. عمي، هلأ أنت عندك كتاب عن تاريخ الفن؟ عمي، عمي. شوفي انت اكيد منيح؟ عادي، شردت شوي بس. اليوم ما كنت رايح لعند رولا؟ ابي بعد اذنك خليك برا الموضوع. الله الله، شو قصتهم؟ ما عاد في الواحد يحكي بحن كلمة؟ اسمعي ليلى، اليوم جاي لوند بيك، مشان هيك لا تحولي لي الا التليفونات المهمة. حاضر خان. ملاحظة انه تصرفاتها متغيرة، بحياتها ما عملت هيك، خصوصا مشان سنة. لسه ما قلت له لفرات بيك. امبارح واحد من طلابنا كان عم يجعوا سنه، عمر، هو واحد من اللي بتلعب معه الناس. اجت امه واخدته. فهمت. ناس ما بتشارك بالمواضيع اللي بتخص الاهل، وخصوصا اذا كانت عن الامهات، وهالشي طبيعي، بس لازم نتدخل ونعمل شيء، ولازم يكون سريع، ما لازم نتاخر، وبهالطريقه منحل الموضوع. طيب شو نعمل؟ يعني تمضوا وقت اطول مع بعضكم، وبوجود ابوها بيكون احسن. واذا بيقدر فرات بيك يجي لهون صدقيني بيكون كتير منيح، وهيك ما بتحس حالها وحيده، ومنقدر نطالعها شوي من العزلة اللي هي فيها. اللي بشو عم تفكر؟ احكيلي. بمؤيد؟ لا ناس، متضايق عليها كتير. شو حكيتي مع مؤيد؟ حاكيك بصراحة؟ بتمنى. بحياتي كلها ما شفت مؤيد جدي لهالدرجة. شو بدك تساوي؟ رح تشتري أسهمه؟ رح أستنى. منتظر على أمل يرجع؟ مزبوط، بعرف إنه ما رح يرجع، بس أنا رايحة. عايدة، خدي هدول الأوراق، درسيهم مع مروة، بعد شوي رح أطلع. شو عندك اجتماع؟ إيه نعم، من اليوم ورايح لازم أتعود. شو بتحب تشرب؟ قهوة، كون وسط لو سمحت. تكرم. تفضل استاذ. شكرا.
مو حضرتك مؤيد بيك؟ أنا لؤي. إذا بتتذكر شفتك بعيد ميلاد إيلول. إيه تذكرت. كيفك؟ الحمد لله. تفضل عون. ما بدي أزعجك. لا لا أنا أصلا لحالي. تفضل. لا تواخذني، للوهلة الأولى ما عرفتك. كنت شارد شوي وخطيرنا كمان. أعوذ بالله. فرات بيك بدك ياني؟ تعال هون. عود. حكي لي شو اللي صار. ما صار أي شيء. بتقلي ما صار شيء؟ محل إيدي قام وقعد حكي شو في. شو قايل للبنت؟ عرضت علي نتجوز. بعرف هالشي، المحل كله صار يعرف. للأسف زعلت لأنك تركت. فرات بيك انزعج كمان. شو بدنا نساوي؟ هذا شغل. معك حق. كيف صحت المدام؟ والله خفنا عليها شوي بالبداية بس صارت منيحة. ايه منيح. رح يكون البيبي محظوظ كتير لأنه عنده عيلة مثلكم. شكرا لك. وانتو ناس كتير محظوظين، عيلتكم ربتكم تربية مليحة. عفوا أنا آسف. مو مشكلة، خلص تعودنا. الحياة علمتنا كيف نتعود. صحيح انه تربينا بالملجأ بس بعرف أهمية العيلة، بعرفها منيح. شو يعني أهلك ما بدهم؟ يعني لأنه مروة تربت بملجأ مو شايفين انها كنا منيحة لابنهم؟ وانت شو عملت؟ سمعتهم وسكتت، ما فتحت تمك ولا بحرف. ما قلت لهم هالشي مو مهم؟ ما قلت لهم انه البنت اللي بحبها مو مهم انها تكون تربت بملجأ؟ انا بدي اياها وخلص الموضوع. برافو عليك. طيب وما خطر ببالك اي حل؟ قول هاي البنت اللي بدي اياها وبدي اتزوجها، ورح اعمل شو ما كان لحتى اتزوجها. تستسلم ببساطة بدون اي محاولة؟ ما خطر ببالك انه ايلول هي صديقة مروة وانا امنت فيها لحتى تربي لي بنتي؟ يعني موضوع الملجأ كله مو مهم؟ ما بتعرف هالشي. لما سمعت انك عرضت الزواج على مروة قلت منيح صرت رجال، بس الظاهر كنت كتير غلطان. روح دور على البنت واعتذر منها وبعدين اتزوج غيرها. تزوج البنت اللي نقولك اياها اهلك، هذا احسن شي فيك تعمله. يلا روح. حدا نيجي معه، عم اجا بابا المدير. برافو عليكم، مساوين البيت مثل الجنة، كتير حلو. نحن نقلنا كل شي ورتبنا مع بعضنا. يعطيكم العافية. وأنا ما رح تلاقي لي بيت حلو مثله بابا. شو مليتوا مني؟ أعوذ بالله، قصدي يعني بس لنكبر. وأنا بلاقي لكم بيت أحلى منه. ايه قلينا شو الاخبار يا ايلول. ما في اي شيء. مروة بالشغل؟ كيفها مروة؟ كمان منيحة. هذا البيت له تراس ما؟ بلا فيه، رح تشوف عليه اطلالة بتجنن. كتير منيح، يلا روحوا لهنيك. يلا يا بنات، الظاهر في حديث خاص. فهمتي علي يا فتور؟ احكيلي بقى من الأول. هاي بدها توقيع فرات بيك.
شو صار بالبيت؟ ما تركنتوا؟ فيك تقول تركنا، بس لسه ما تعودنا عليه، يعني مستغربين بحياتنا ما قعدنا لحالنا. مزبوط، حياة تانية. إن شاء الله منتعود، بس بدنا ناخد شوية وقت. تتعودوا، بس أول فترة بتسمعوا شوية أصوات. كيف عرفت؟ مرة تخانقت مع أبي، طلعت واستأجرت لحالي ببيت وعرفت. عمران هو عم يحكي لرفيقه، ومن هداك اليوم وهي زعلانة وما عم ترضى تحكي شو صار بعدين، وطول الوقت على بكة بكة بكة. كيف بدنا نوصل لأهله لعمران هاد؟ في عندي حكي بدي أقلهم إياه. بلا ما تحاكيون، بتخيل إنه هيك أحسن. طلعت الإطلالة حلوة؟ يلا لأشوف، بدنا نروح. لوين؟ وأنا رايحة معكم، لازم روح نيم ناز. طيب، أنا رح انتظركم تحت. أيلول شو اللي صار؟ ليش طلع معصب؟ عرفتوا ليش قلتلكن إني ما حبيت هالبيت؟ لأنه كل ما أجا حدا بيطلع زعلان. وهلا مننزل شوي شوي على شكل زاوية قائمة، ومنطلع شوي شوي، منكرر التمرين مرة تانية. مؤيد، ننزل شوي شوي. انت ما عندك شغلة اليوم؟ شوي شوي. شو مقعدك؟ بدي ضل جنبك، حابب أعرف بشو عم تحسي لحتى أفهمك. إذا حابب تعرف شو عم حس، روح جيب شي علبة من المطبخ وحط فيها 4 كيلو واربطها على بطنك، لأنه إذا كان بطنك فاضي ما رح تحس أبدا شو عم حس. والله معك حق، بهالطريقة بصير إحساسي فيك أكبر. مؤيد مؤيد، تعا عم أمزح معك. حبيبتي إذا ما عرفت كيف عم تحسي، كيف رح أقدر ساعدك؟ فكري بالموضوع. وشو بنعمل بالهرمونات مؤيد بيك؟ العمى شو هاد؟ شبك يا لون؟ شو عم بصير معك يا ابني؟ هذا المحل الشغل. شو باين متخانقين من اول يوم؟ خناقة شو بابا؟ مع مين بدي اتخانق؟ رولا خانو. ما رحت. وليش ما رحت؟ فهمني. والله أنا كمان إجيت لأعرف ليش ما إجا. أهلين يا بنتي. طيب أنا طالع شوف بقداش، غريب ليش ما إجا. يعطيك العافية عثمان. الله يعافي قلبك. شو صار؟ ليش ما إجيت؟ ما في شيء، عندي شغل. شايفة انه عندك شغل. بروح ولا بدك تحكي؟ شو في؟ اليوم تعرفت على جوزك. شو؟ اهلين بكداش، خذ الكرسي وعود. احكي، كيف كانت امور المدرسه؟ منيحه. مانك جوعان؟ مو مشتهي اكل. فيني فسر لك؟ مانك مضطر تفسر شيء. ثانيه واحده، بدك تسمعني. ايه انا متزوجة، بس اخر 6 شهور كان حكي بس. كل واحد فينا عايش ببيت، عم حاول اقنعه وهو مصر انه نضل متزوجين. حاولت اقنعه بموضوع الطلاق، وبتخيل انه لسه بده وقت لحتى يقتنع. بكداش مرني، تتذكر انه نحن عادة اتفاقية بيناتنا؟ يعني إذا متضايق أو عندك مشكلة تحكي لي عنها. شو ألغيت الاتفاقية؟ لا صادق بيك. شو يعني نسيت كل شي حكينا؟ أنت مو بتناديلي جدي بس نكون لحالنا؟
بلا جدي صادق، بس أنا مشتاق كثير لأهلي، أبي، أمي، أخواتي كمان. فهمتك. ساحل الوعد. بعلي، أنت ركباب بالطيارة؟ بالطيارة؟ فينا نركب ونروح عند أهلها بالطيارة؟ طبعاً. ايه بالطيارة، إذا ما كنت بتخاف تركب طيارة مثل عمك لوان. ما قلت لك هالحكي من الأول لأنه تعرفنا جديد. ما حبيت إني ضايقك بهمومي القديمة. بعدين. طيب، رفعتي دعوة يعني مشان الطلاق؟ جربت أعمل هيك ألف مرة بس ما قدرت أبداً. لأنه إذا رفعت دعوة يعني قبل ما أكون قانعته بموضوع الانفصال يمكن يأخذ مني البنت. وعندك بنت كمان. معك حق، ما حكيت لك عنها شيء. شو اسمها؟ أسيل. حلو اسمها. رح تحبها كتير بس تشوفها. مساء الخير، تفضلي اطلعي. خليني وصلك، تعي تأخر الوقت. طلب التاكسي. شو في يا مروة؟ أنا شو عملت لي؟ اسمع عمران، انتهى كل شيء، ما بدي أحكي معك بهذا الموضوع. ثانية واحدة. اسمعيني بس ثانية واحدة يا مروة. استني. لو سمحتي مروة. شبك يا بنتي؟ ليش عمال تبكي؟ مروة لازم احكي معك شي ضروري. إذا بتريد مشي. ما في تمشي. إذا بتريدي لازم احكي معك بس شوي. إذا بتريد ما في شي نحكي فيه. خلص اتركني وروح. إذا بتريد فيك تمشي فورا. اسمعيني، أنا بحبك ومشانك بعمل كل شي. خلص ما بدي اسمعك، امشي إذا بتريد. لا ما في تروح لمحل. اسمع منيح، يمكن أنت ما بتعرف، هي التاكسي خصوصي، ما بتقدر تنزل حدا إجباري. هي زبونتي وهي مسؤوليتي، إذا قالت يلا امشي بمشي. لهيك تفضل امشي بحال سبيلك. يلا تفضل عمو. يلا. كيف صار سنك اليوم؟ منيح الحمد لله، طاب لوحده. غريبة، كيف طاب هيك بسرعة؟ آسيا؟ إذا اتصل خليل قولي له ماني هون. خير إن شاء الله، شو صاير بيناتكم؟ عادي، خلي يحس بقيمتي شوي، هيك أحسن. طيب حبيبتي. شكرا آسيا. نورة خانم، شو بتحبي كمان أعمل لك شي تاني؟ يعني إذا ما بترد على تليفوناته يمكن يجي لهون ويصير ينام على البواب. شو أعمل، افتح لك عليه بربيش المي؟ لا لا تعملي هيك، بيمرض خله بعدين. إن شاء الله بيعمل فيكي أكثر من هيك. Thank you.
وين وصلنا مبارح؟ شوفي اسمعي ايلول. اسمع شو عم تسمعي؟ اخي عمورة وياسر عم يتخانقوا وفي صوت موسيقى عالي طالع من غرفة غادة. انا لما بنام وانتي بتروحي على بيتك تعرفي كم واحد بيضل بالبيت؟ 4. بس مبارح قلت له لبابا هيك بالبيت ما في غير 4. ها شو هاد؟ لازم ننقي اسم البنت، ما عاد قدامنا وقت طويل. عن جد؟ حاسب الوقت؟ لازم نكون منقينه مشان ناديها فيه 3 مرات بس تخلق. بس تخلق منشوف الاسم اللي بيلبق له. لا وقتها ما منكون فاضيين، لازم ننقي الاسم من هلأ. يعني ضروري ننقيه هلأ؟ ايه ليش لا؟ ايه بس نحن محتارين بين اسمين، روبا وجمانة. ايه واحد إلي وواحد إلي، صدقيني عايدة رح تفقع. هلأ منتفق، أعطيني 10 ليرات لقلك. لحظة تفضلي. طرة روبا ونقى الجمانة، اتفقنا؟ تمام. انت جاهز؟ طرة اي منيح، معناتها الاسم روبا. منيح بس شو رح ساوي؟ خلص رح دور اسم للصبي. صبي؟ ايه نحن ما رح نضل على ولد وبس، مو هيك حياتي؟ أكيد شريكي مو أحسن مني، يعني هو عنده 4 أولاد ولهيك لازم نجيب 4. 4 أولاد؟ نامت؟ نامت. بس هدول أنت، ناز، ياسر، الخالة آسيا. إيه اليوم حكيت مع آنستا، قالت لي إنه لازم نهتم فيها أكتر من هيك وما نهملها. صح، بس تستقر الأمور رح اهتم فيها أكتر. طبعا أنت بتعرفي مؤيد فك الشركة. بعرف للأسف. عادي هاي الحياة، مل مني الظاهر بالنهاية الحق علي مو عليه. نعم مروة. ايه ايلول ما في شي، بس خفت عليكي. هلأ بيجي، نيمت ناز وهلأ عم بحكي مع فرات بيك، ما رح أتأخر. طيب فيك تروحي أيلول، بهتم بناز وبكرة لا تجي الصبح، أنا رح وصلها، بدي أكون جنبها. طيب